اليوم عندنا تقرير عن معمارية الحاسوب للطالب سيف أمجد عبد الرزاق بإشراف الأستاذ أحمد الحسيني. طبعا موضوع اليوم نتكلم عن الحوسبة الخارقة أو الحاسوبة الفائقة بنظام المعمارية المتوازية. طبعا الحوسبة المتوازية هي نوع من أنواع الحاسبات يتم فيها إجراء العديد من الحسابات أو يتم تنفيذ العمليات في وقت كبير. يمكن تقسيم المشاكل غالبا إلى مشاكل أصغر والتي يمكن أن تكون كذلك حلها في نفس الوقت. هناك عدة أشكال مختلفة من التوازي. مثلا عندنا الحوسبة مستوى البت ومستوى التعليمات والبيانات والتوازي للمهمة. لقد تم استخدام التوازي منذ فترة طويلة للحوسبة، ولكن اكتسبت اهتماما أكبر بسبب القيود المادية التي تمنع تحجيم التردد، كما أن استهلاك الطاقة وبالتالي الحرارة التي هي من أجهزة الكمبيوتر أصبح مصدر قلق في السنوات الأخيرة. بشكل رئيسي عن هذا الموضوع أن معالجات متعددة نواة الحوسبة المتوازية يتم استخدامها بشكل متكرر معا، وغالبا ما يتم طرحها على الرغم من أن الاثنين متميزان، من الممكن أن يكون التوازي بدون التزامن مثل التوازي على مستوى البتات والتزامن دون التوازي مثل تعدد المهام عن طريق تقاسم الوقت على وحدة المعالجة المركزية أحادية النواة. في الحوسبة المتوازية المهمة الحسابية هي أن تنقسم إلى عدة مهام فرعية متشابهة يمكن معالجتها بشكل مستقل، ويتم دمج نتائجها بعد ذلك عند الانتهاء. في المقابل في الحوسبة المتزامنة لا تتناول العمليات المختلفة، في الغالب المهام ذات الصلة. عندما تفعل ذلك نموذج في الحوسبة الموزعة قد تختلف المهام المنفصلة، وغالبا ما تتطلب بعض الاتصالات. يمكن تصنيف أجهزة الكمبيوتر الموازية تقريبا وفقا التنفيذ المستوى الذي يدعم فيه الجهاز التوازي مع تعدد النواة. وأجهزة الكمبيوتر متعددة المعالجات تحتوي على عناصر متعددة داخلها جهاز واحد، بينما تستخدم المجموعات والـ MIPS والشبكات لأجهزة الكمبيوتر المتعددة للعمل في نفس المهمة. بنيات الكمبيوتر الموازية المتخصصة تستخدم أحيانا جنبا إلى جنب. في بعض الحالات يكون التوازي شفافا للمبرمج في موازاة مستوى البت أو مستوى التعليمات، لكن بشكل متوازي بشكل صريح. أن الخوارزميات وخاصة تلك التي تستخدم في التزامن أكثر صعوبة عند الكتابة عن تلك المتسلسلة، لأن التزامن يقوم بالعديد من المميزات الجديدة. فئات من الأخطاء البرمجية والتي في ظروف الأكثر مشترك التواصل والتزامن بين مختلف تعدد المهام الفرعية عادة أكبر من عوائق التي تحول دون تحقيق المستوى الأمثل الحد الأعلى النظري عند برنامج الموازي. عندنا أنواع التوازي. أولا عندنا التوازي على مستوى البتات، أن ظهور التكامل الواسع لنطاقات تكنولوجيا تصنيع شرائح الـ VLSI عام 1970 حتى حول الكمبيوتر في عام 1986 كان تسريع بنية الكمبيوتر مدفوعا. حجم كلمة الكمبيوتر مقدار المعلومات التي يستطيع المعالج معالجتها. التلاعب في كل دورة يؤدي إلى زيادة حجم الكلمة وإلى تقليع عدد الكلمات التي يجب على المعالج تنفيذها لإجراء عملية المتغيرات التي تكون أحجامها أكبر من طول الكلمة. على سبيل المثال
أن يضيف المعالج 8 بت عددين صحيحين 16 بت، فإن يجب على المعالج أولا إضافة 8 بتات أقل مرتبة من كل عدد صحيح باستخدام تعليمات الإضافة القياسية، ثم أضف 8 بتات عالية الترتيب باستخدام تعليمات الإضافة مع الحمل، وبالتالي الحمل من إضافة ترتيب الأعلى، وبالتالي يتطلب معالج 8 بت تعليمات 2 لإكمال 1. العملية حيث سيتمكن المعالج 16 بت من إكمال تاريخيا المعالجات الدقيقة بأربعة بت مع تعليمات واحدة، ثم استبدالها بثمانية بت ثم 16 بت ثم المعالجات الدقيقة 32 بت. بشكل عام مع إدخال معالجات 32 بت والذي كان معيارا في الحوسبة للأغراض العامة. بالنسبة للسؤال اللي ضفناه، سؤالي كان لماذا الحاسوب الخارق السريع بشكل عام؟ جواب، لأن أجهزة الكمبيوتر العملاقة متصلة ببعضها البعض بشكل سريع على رأسها. هذه الكتلة من أجهزة الكمبيوتر متصلة بالتخزين السريع والذي يتكون من العديد من حركات الأقراص مرفقة معا. يحدث السحر الحقيقي داخل الطبقة البرنامج، حيث تكون المشكلة يتم تقسيمها في متناول اليد إلى قطع أصغر، يتم توزيعها على الحساب على طبقة التخزين وعادة تجميعها عند الحاجة. صنع التشغيل بهذه الطريقة لن يعمل بشكل أسرع على الكمبيوتر عملاق باختصار. قدرة المعالج المتوازي الهائل على العديد من وحدات المعالج المركزية وقدرات التخزين المتوازي العديد من الأقراص في وقت واحد هو ما يجعل الحاسوب العملاق أسرع من الآخرين. شكراً.